لكن مش معقول هنصلحها في يوم وليله او في 7 شهور، مستحيل. ما سالتنيش ايه اللي اتعمل في التحكيم كويس، يلا يا ريت كله بيتكلم على المشاكل. يا ريت انا يلا هدي لك دلوقتي 16 اسم، اتفضل. 95% منهم لعبوا في الدوري الممتاز، ودول هبقى مستقبل التحكيم المصري، ولاول مره كانوا يلعبوا في الدوري الممتاز، محدش يتكلم عن دول، ودول اللي احنا بنعملهم، وده اصعب حاجه تتعمل في تطوير التحكيم. يعني اي حد هيجي يمسك التحكيم دلوقتي عنده قاعده كبيره يشتغل عليها. عندنا كمان وجوه في صف ثاني وصف ثالث بنشتغل عليهم عشان يبقى عندنا دايما حكام. لكن اقول لك ال 16 بسرعه بس، لان دول يتحطوا في لوحه الشرف: السيد منير، حماده القلاوي، مصطفى عثمان، مصطفى الشهدي، ابراهيم محمد، العتباني، هشام القاضي، محمود ناصف، سيد شعبان، محمود منصور، حسني سلطان، احمد ناصر، محمد كابو، محمد التبعي، علي السعيد، احمد نجي، وغيرهم. وعندنا حكام دلوقتي بقى كبار دخلوا مع الحكام الكبار، زي نادي الامر الدوله اللي حكم النهارده الزمالك والمقاصه، زي وائل فرحان، زي هشام الفلال، زي محمود وفا، زي احمد حمدي، وغيرهم. مش عاوز انسى حد. فين الناس ما بتتكلمش؟ بيتكلموا على بين يمكن النادي الفلاني وتسلل على مش عارف ايه، ودي مؤامره، والناس عاوزين تخسرنا ومش عارف ايه. معقوله؟ معقوله وصلنا لكده؟ طب